الماسك ديالي نلبس عليكم اليوم، بما انه هذا موسم ديال الفخاز، غادي حتى غادي نديرو كونفيتور ديال الفخاز. الا كانت عندكم لا كونتيتي كثيره، غادي ديروا الفخاز وغديروهم في لي بواط وغديروهم في الكونجيلاتور، ما كيخسر ما والو، كيبقى دائما في كونفيتور منزلي. بالنسبه لهاد الوصفه كنا نديروها لايس، على حسابي نورمالمون كديري كيلو ديال الفخاز مع كيلو ديال اولا 700 غرام ديال السكر. انا كنقص من السكر، كندير غير كيجي كونفيتور لايت، حيت نورمالمون كتمشي تاخديه من المحلات التجاريه كتاخدي اللايت، كتاخدي واحد الثمن باهظ. بما ان هذا هو الموسم ديال الفخاز، اغتنموا الفرصه وديروا هذا، ديروا كونفيتور ديالكم في ميزون ويبقى عندكم لا واحد 6 mois ولا دابا تشريوش كونفيتور، يبقى عندكم في الكونجيلاتور، ديروه في لي بواط وخزنوه في هذا في الكونجيلاتور، وديك الساعه تجبدوا بشويه بشويه، ما ماشي مشكل الا هذا ما تجبدوش على فوا تستعملوه. الا بغيتوا ديك الساعه ديروه في لي في القراعي، كتعقموا القراعي وكديروهم فيهم. الا بغيتوا نوريكم كيفاش كيتعقموا القراعي وعلاش ديروا فيهم الكونفيتور، كتبوا لي في لي كومونتير نوريكم كيفاش التعقيم ديال القراعي وديروا فيهم الكونفيتور، سينو غديروهم غير في لي بواط وديروهم في الكونجيلاتور ولا ديروهم في الفريكو. دابا غادي نبداو في هذا، عندنا كيلو ديال الفخاز هاكا مقطع طريفات، وكنديروا فيه 300 غرام ديال السكر سنيده، وكنديروا فيه واحد ربع كاس ديال الحامض، كنخلطو هكا وكنخليوه الى صوبتي في الصباح حتى العشيه عاد طيبيه، حيت خاصو واحد 5 سوايع طيب، بحال دابا توجديه الصباح وفي العشيه عاد باش طيبيه، سينو الا ما بغيتيش بحال دابا في الليل طيب تصوبي في الليل والغد مع الصباح تنوضي تصوبي. وهادو حتى هادو عندك جوج ديال سكر بنكهه البرتقال، هذا حتى يقرب يطيب باش تبقى النكهه ديال الزهر، حتى كيقرب يطيب عاد باش ديرو، وانا غنوريكم الطريقه كيفاش كيطيب. هانتوما البنات دابا فاش كيبدا، هانتوما فاش كيبدا كيغلي، هانت هاد الرغوة البيضاء ما تخليوهاش ديما، فاش كيبدا يغلي غير يغلي شويه يغلي، حيدوا هاد الرغوة باش ما يجيش الكونفيتور بيض، حيت الا درتوا هاد الرغوة هكايا كيجي داك الكونفيتور بيض شويه بشويه هكا كتحيد. ها القوام ديالو كيدير، شفتو دغيا كيوجد، و لايت ريجيم، ماشي مفيش السكر بزاف، صافي ملي كيبدا هذا كنزيدو هاد السكر بنكهة زهرة البرتقال، كنديرو جوج حتى اللخر. هذا هو اللي درت انا، صافي بالصحه والراحه. انتم الا بغيتوا تخليوه هكا طريفات هكا، ولكن الفخاز خصو يكون شويه ما يكونش قاصح، يكون شويه بحال بدا كتدخل ليه طياب. بغيتوا تخليوه هكا طريفات ها هو كيجي هكا زوين، بغيتوا تميكسيوه ديروا هذا وميكسيوه باش يجي شويه يجي ليكيد، مي هكا كيجي زوين هكا، باش كتشوفي بان الطريفات ديال الكونفيتور ديال الفخاز باينين في الكونفيتور، شفتو هذا هو القوام ديالو. ان شاء الله غادي ندير لكم كونفيتور بشكل اخر، كاين ديال مشماش، كاين ديال الدلاح، غادي ندير لكم كونفيتور ان شاء الله ديال الدلاح، كاين ديال حب الملوك لي سوريز، كاين ديال سميتو الكرموز، غادي لكم كونفيتور ديال الكرموز ان شاء الله. اي فاكهه وجدات غتبقاو توجدوا نوجدها لكم، وانتم كتصاوبوا وكديروا في لي بواط وكتدخلوا ايرميتيك وكتدخلوهم للكونجيلاتور ولا للفريغو، كيبقى عندكم طول السنه حتى كيدخل
حتى كتدخل لا سيزون اخرى. انتما شتي كتحيد لها ديك الكشكوشه البيضاء ما كتبقاش لها، ولكن نتوما مره مره كتحيدوه باش ما تبقاش. وهذا هو دابا الشكل النهائي ديال الكونفيتور ديال الفريز. كي قلت لكم تقدروا تجمدوا وديروه في الكونجيلاتور وديروه في سميتو، انا درت لا كونستيك قليله، درت غير كيلو، مي تقدروا نتوما ديروا 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو على حسب القدر ديالكم وتخزنوه، اولا ديروه في البوكال. مي انا في البوكال ما كنديروش في البوكال، الاكثريه كنديروه في لي بواط ارميتيك وكنديروهم في الكونجيلاتور. وشهية هي طيبه. Thank you.